بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، كل عام وحضراتكم بخير. خلاص دخل علينا الشتاء، وكل ما يدخل الشتاء نتخيل درجة الحرارة المنخفضة ونزلات البرد المختلفة، كل واحد يجيله بقى دور برد ودور انفلونزا. يا ترى أنت بقى عندك انفلونزا ولا عندك كورونا؟ والناس بتتلخبط، فإحنا عايزين نحد شوية من أدوار البرد اللي ممكن الناس تصاب بيها في الشتاء، وخصوصا الفئات الحساسة. عشان كده هكلم النهاردة حضراتكم عن موضوع تطعيم الإنفلونزا، تطعيم الإنفلونزا الموسمية. إيه اللي هنتكلم فيه عن التطعيم دوت؟ هنتكلم عن التطعيم دوت إيه هو الفئات اللي إحنا المفروض نديها التطعيم، تطعيم جرعاته قد إيه، الميعاد بتاعه إمتى، هيديني مناعة بعد قد إيه من التطعيم، في موانع للتطعيم ولا لا؟ التطعيم دوت مفترض ان هو كل سنه. ايه الاعراض الجانبيه اللي ممكن تيجي من التطعيم؟ ايه علاقه التطعيم دوت بمرض كورونا او بتطعيمات كورونا؟ هل بيحمي من كورونا؟ هل في تعارض بين تطعيم الانفلونزا وتطعيم كورونا الناس لسه واخده التطعيمات؟ كل دوت ان شاء الله نتكلم عنه في الفيديو، خليكم معانا. الأول حضراتكم، تطعيم الإنفلونزا الموسمية دوت هو تطعيم كل سنة بيتغير، يعني كل سنة بيجي تطعيم تاني. التطعيم اللي حضرتك بتاخده دوت بيحميك من بعض السلالات، مش طبعا ما بيحميش من كل السلالات، بعض السلالات من الإنفلونزا كل سنة. يعني لو حضرتك ممكن يجي لك 5 أدوار إنفلونزا في السنة، ممكن يجي لك 2 بس، يعني 50% من عدد الادوار اللي كان ممكن تجي لك او تجي لابنك. فالحمايه يا جماعه مش 100%، هو بيحمي من الاصابه بسلالات معينه. كمان الحاجه الثانيه انه بيحمي في درجه الاصابه، يعني بعض الناس ممكن يجي له الانفلونزا دوت يجي له التهاب رئوي. هو طبعا لو انت مطعم تطعيم الانفلونزا هتبقى نزله البرد ضعيفه نسبيا او قليله نسبيا. ده بالنسبه لا انا باخد تطعيم الانفلونزا ليه؟ مده الحمايه بتاعته بتبقى لمده سنه، بياخد الموسم كله. طب نطعم امتى؟ افضل مواعيد للتطعيمات بالنسبه لتطعيم الانفلونزا الموسميه افضل شهر اكتوبر ونوفمبر، ما تاخروش عن كده. ليه ما نتاخرش عن كده؟ لان هو بياخد، اللي بياخد تطعيم الانفلونزا بيبدا ياخد المناعه بتاعته او بتتكون الاجسام المضاده بتاعته خلال 14 يوم، يعني بعد 14 يوم ان شاء الله من اخذك تطعيم الانفلونزا او طفلك بيبقى خلاص الانسان اتكون فيه الاجسام المضاده اللي ممكن تقيه من الامراض او السلالات اللي موجوده في مرض في التطعيم اللي انت واخده. مش كل السلال زي ما قلنا. طيب مين الفئات المستهدفه؟ اي انسان فوق سن 6 شهور، طبعا تحت 6 شهور ما ينفعش. من 6 شهور الى ما شاء الله ممكن يطعم تطعيم الانفلونزا الموسميه. بس بنفضل طبعا، لان التطعيمات دي برده مش متوفره بالشكل الكافي في كل الدول، كمان اسعارها مش في متناول كل الناس، فهنقول ايه هي اهم الفئات اللي ممكن تبقى ملحه او محتاجه لهذا التطعيم. رقم 1، كل الفريق الصحي، أطباء، ممرضات، كلام ده كل دوت لازم يطعموا تطعيم الإنفلونزا عشان ما بيتعرضوا للأمراض والإصابة بالأمراض. فطبعا الدكتور لو هيجيله نزلة برد أو يجيله إنفلونزا هيقعد في البيت أسبوع 10 أيام، فهيقلل قوة العمل في المستشفيات، أو الممرضة نفس الكلام، فممكن يأثروا على بقية قطاع المواطنين التانيين. الحاجة التانية، أصحاب الأمراض المزمنة، الناس اللي عندهم بيت شر كانسر، عندهم التهابات بتاع ده، حساسيه في الصدر، عندهم امراض نقص مناعه، كل دول مستهدفين في تطعيم الانفلونزا، فلازم يطعموا الانفلونزا الموسميه. الحاجه الثالثه، كبار السن 55 فما فوق، عشان المناعه القليله وادوار البرد ممكن تاثر عليهم جامد، فيا ريت يطعموا تطعيم الانفلونزا الموسميه. بعد كده الحوامل، مهم جدا الحوامل يطعموا تطعيم الانفلونزا الموسميه، وده هيديهم مناعه ويدي كمان الجنين بتاعهم مناعه لمده 6 شهور ضد امراض الانفلونزا. بس الحوامل يا ريت لما يجوا يطعموا ياخدوا التطعيم
اللي هو الميت، تطعيم الانفلونزا الميت. ما يفضلش انهم ياخدوا اللي هو المضاعف اللي هو لايف اتينيويتد، يعني ياخدوا لما يجي يطلبوا تطعيم الانفلونزا ياخدوا تطعيم الانفلونزا الميت. ده بالنسبه للحوام. تطعيمات يا جماعه جرعتها كل الفئات هتاخد حقنه واحده سنويا، حقنه عضل سنويا. حقنه عضل سنويا زي ما قلنا في شهر اكتوبر او نوفمبر. بالنسبه للاطفال اول مره بيبقوا حقنتين، اول مره من عمر 6 شهور ل 8 سنين لو الطفل هياخد تطعيم الانفلونزا اول مره ما خدوش قبل كده خالص يبقى هياخد جرعتين. فاصل بين كل جرعه والثانيه شهر، 4 أسابيع او شهر. الطفل اللي بيطعم اول مره ما طعمش انفلونزا خالص قبل كده وعمره يتراوح بين 6 شهور ل 8 سنوات يبقى هياخد اول مره هياخد حقنتين. فاصل بين الحقنه والثانيه شهر او 4 أسابيع. بعد كده كل سنه بقى هياخد حقنه واحده. طب لو كان طفل فوق الثمان سنوات واول مره هياخد حقنه واحده زي الناس الثانيه كلها. يقول تاني بالنسبه للاطفال لو الطفل اول مره ياخد تطعيم الانفلونزا الموسميه وهو عمره يتراوح من 6 شهور ل 8 سنوات اول مره هياخد حقنتين فاصل بينهم شهر. الطفل اللي فوق الثمان سنوات وما اخدش خالص انفلونزا قبل كده، تطعيم انفلونزا قبل كده، هياخد حقنه واحده بس. كل الاطفال بقى طالما اخدوا اول مره حقنتين ان شاء الله يكون عمره سنتين ثلاثه اربعه هياخد حقنه واحده على طول. يعني تاني مره او تاني سنه كل الاطفال هياخدوا حقنه واحده. سواء تحت 8 سنوات او فوق 8 سنوات، انا بتكلم على اول مره بس. اول مره بس من 6 شهور ل 8 سنوات حقنتين في السنه. فاصل بين الحقنه والثانيه شهر. الاطفال فوق 8 سنوات اول مره بياخد حقنه واحده بس. كل الاطفال من ثاني سنه بقى ثالث سنه رابع سنه في اخدان التطعيم ياخد حقنه واحده بس. كل سنه. طيب في موانع للتطعيم؟ اه في موانع للتطعيم. لو عندك سخونيه جامده اصبر شويه على التطعيم. لو عندك دور برد جامد اصبر شويه على التطعيم. لو بتاخد عندك حساسيه من البيض او من الجيلاتين او كان عندك حساسيه من التطعيمات قبل كده، تطعيم الانفلونزا قبل كده، يفضل ممكن تاخد التطعيم برضه بس يفضل يبقى في مستشفى عشان لو ظهرت عليك اعراض الحساسيه يقدروا يتعاملوا معاها. كمان الناس او الاطفال اللي جالهم حاجه اسمها متلازمه جيلان باري بعد تطعيم الانفلونزا يفضل في السنوات اللي قبل كده او اللي عندهم هيستوري او تاريخ مرضي بمرض جيلان باري يفضل ان هم ما ياخدوش تطعيم الانفلونزا او لو خدوه ياخدوه باحتياطات معينه وفي قلب المستشفيات ويفضل ما ياخدوهش. طيب ايه اعراض التطعيمات ممكن تعمل لي مشاكل؟ التطعيمات هتعمل ايه؟ ممكن تعمل زي اي تطعيمات عاديه، ممكن تعمل احمرار، تورم في المكان بتاع اللي انت هتاخد فيه، سواء حد كبير هيبقى في العضله بتاعت الكتف، حد صغير ممكن ياخد في عضله الفخذ، ممكن يعمل تورم، يعمل احمرار، يعمل حكه، ممكن يعمل شويه اعراض تنفسيه زي رشح او زكام، ممكن يعمل شويه سعال خفيف، ممكن يعمل بحه في الصوت، ممكن يرفع الحراره سنه شويه حراره بساط، ممكن يعمل شويه الم في العظم والعضلات زي دور الانفلونزا الخفيف. ده اعراض الانفلونزا التطعيم، اعراض التطعيم بتاع الانفلونزا. طب يا ترى تطعيم الانفلونزا بيحمي ضد مرض كورونا؟ لا. ده مرض وده مرض. طب يا ترى اللي خد تطعيم الانفلونزا ما ياخدش تطعيم كورونا؟ برضه مفيش تعارض بين الاثنين. مفيش تعارض بين الاثنين. بس اللي لسه عنده مرض كورونا، لو واحد عنده مرض كورونا دلوقتي يفضل يصبر شويه على التطعيم لحد ما يتعافى من مرض الكورونا، يبقى يطعم تطعيم الانفلونزا بعد كده. التطعيم الانفلونزا يحميني لمده سنه من سلالات الانفلونزا اللي انا طعمتها. ايه سلالات الانفلونزا اللي انا طعمتها؟ في تطعيم ثلاثي وفي تطعيم رباعي.
تطعيم الثلاثي من سلالتين ألف وسلالة ب هيحميني من أمراض الإنفلونزا، دي سلالات كتير. التطعيم الرباعي هيحميني من سلالتين ألف وسلالتين ب. ما ننساش الحوامل، التطعيم بتاعهم يكون تطعيم ميت، تطعيم الإنفلونزا الميت، ما ينفعش لهم التطعيم المضاعف أو الحي. يعتقد كل الامور. طبعا منظمه الصحه العالميه بتوصي بتطعيم الانفلونزا لكل الفئات، ما بتستثنيش حد، بما فيهم الناس اللي فيها اللي ممكن يحصل لها اعراض جانبيه او تاني او اللي ممكن يحصل لهم حساسيه. قال لك اللي عنده حساسيه ضد حساسين جيلاتين، حساسيه التطعيم نفسه او اي من مكوناته، يفضل ياخد التطعيم في منشاه صحيه او في مستشفى عشان ما تحصلوش اعراض الحساسيه. عافانا الله وإياكم من كل الأمراض والأوبئة، وأتمنى لكم الصحة والسلامة من كل الأمراض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في فيديوهات أخرى. نسيت أقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، لو كان عجبكم المعلومات اللي في الفيديو ياريت ادعمونا باللايك وشيروا الفيديو عشان يوصل لكل الناس. لو عندكم أي أسئلة خاصة بهذا الموضوع أو بغيره سيبوها لنا في التعليقات اللي تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.